وبالعودة إلى الأوضاع في مدينة غريان، ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية مدير الإسناد الأمني سيد مفتاح شنكادة. سيد مفتاح أهلا بك، ولو تطلعنا على الأوضاع الميدانية في مدينة غريان. سيد مفتاح هل أنت في الاستماع؟ ونترحم على شهدائنا الذين سقطوا بالأمس وسقطوا بهذا اليوم، ونطلب الشفاء العاجل لجرحانا بإذن الله. تاح، ما هي الأوضاع الميدانية الآن في مدينة غريان؟ الأوضاع الميدانية من الأمس، ولا تبي تحديدا من نهار اليوم؟ من نهار اليوم كانت بالأمس، طبعا كانت بالأمس، كانت هجوم ميليشيات حفتر على مدينة غريان من اتجاه منطقة تسمى منطقة غوط الريح. نعم. لكن كان وجود لهم طيران مكتف، فلهذا تقدموا من ناحية غوط الريح حتى أن وصلوا غان، ولكن كانت الشباب بارك الله فيهم قد سددوا رماء هذه المجموعات الضاربة ووقفوا لها بالمرصاد. نعم. سيد مفتاح، هل تمت سيطرة على منطقة غوط الريح؟ الآن تمت السيطرة على منطقة غوط الريح بالكامل. نعم نعم. هل لديك أي إضافة سيد مفتاح؟ طبعا لدينا إضافة، لأن أولا الشكر. نعم. كل الشكر لنسور الجو الذين باغتوا هذا اليوم العدوان البربري الذي قد كان يتقدم داخل مدينة غريان، ولم يجد من الشباب الموجودين على هذه التبة على أن يتقدم، والحمد لله كانت القوة المساندة وقوة القوة العسكرية، قوة حكومة الوفاق كانت موجودة لدينا في الميدان، وتم دحرهم من داخل مدينة غريان وبالتحديد من منطقة بن وزير والمغاربة، وتم طردهم ودخلوا إلى منطقة الأصابعة. نعم نعم نعم. سيد مفتاح، الآن ميليشيات حفتر أين توجد الآن؟ توجد الآن في تحديد في الأصابعة ومنطقة القضامة تحديدا. نعم نعم. طردوا من داخل غريان والآن متوجهين إلى منطقة الأصابعة ومنطقة القضامة. نعم. سيد مفتاح، هل لديك أي رسالة تريد توجيهها عبر قناة التناصح؟ أولا رسالة نوجهها لأخوتنا في الشرق، نقول لهم هذا مشروع حفتر فاشل، والحمد لله رأيتم ما ثبت في الميدان، والذي جاء ليهجم هذه العاصمة ويقول أنا نؤمن هذه العاصمة، ولكن هو جاء بالهجوم على هذه العاصمة، والحمد لله الشباب الموجودين والروح إن العاصمة عصية على أن يدخلها مجرم زي مجرم حفتر إن شاء الله. نعم. السيد مفتاح شنكادة مدير الإسناد الأمني بمدينة غريان، كنت معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة من مدينة غريان، شكرا جزيلا لك.